بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح أتكلم عن يعني موضوع وايد حساس وموضوع وايد يعني ماكو ناس ما يعانون منه، إذا ما كان بواسير يكون شلخ يضرهم. فطبعا الشيء هذا مربوط بأكلكم، مربوط بحياتكم، مربوط أشياء كثيرة. أول نقطة أبي أتكلم فيها، لازم أن أنتم بالأكل تنظرون إلى الألياف. لازم أكلكم ما بين 25 إلى 30 جرام من الألياف يومية. وأي ألياف؟ الألياف اللي تكون من النوعين، الألياف المذابة والألياف الغير مذابة، لازم يكون متواجدة بأكلكم عشان تضمنون أي مشاكل بالبواسير أو الشلخ، أو إذا أنت والحمد لله تعالجتوا منه حاولنا ما يرجع لكم مرة ثانية. نظرة إلى الألياف. بس نقطة مهمة وأساسية، إذا أنتم كليتوا ألياف لازم تشربوا ماء. ما خذيتوا ماء ما استفدتوا من الألياف اللي أنتم قاعد تأخذونها. فدائما إذا كليتوا ألياف قلاص قلاصين ماء معاها يفيد جسمكم بطريقة سليمة. إنزين، إذا صار عندكم والله زاد عليكم بواسير اليوم ولا الشلخ زاد عندكم، شو تسوون عشان تضمنون إنه ما يتعب جسمكم؟ طبعا دائما الألياف اللي بالبودر وايد مفيدة أساس إنها ما تتعب البواسير معانا والشلخ. والإضافة إنه فص ثوم ينوكل على عدالة مفيد وايد، ما يفضل يقولك يلا اخذه على الريج، اخذه نص اليوم، اخذه بالليل. كل هذه يوم قريت عنها بالدراسات اكتشفت ان كلهم نفس الشيء. بس انا دائما انصح ان تاخذونها قبل لا تنامون عشان تضمنكم خذيتوها. الفص لا يكون عود، يكون صغير، ولا يكون مدقوق، لا يكون مكسوس، لازم يكون على عداله على اساس ان الالياف اللي حول الثومه تحميها لين توصل للقولون، فتساعدنا ان الفائده اللي موجوده بدل لا تروح حق الامعاء الدقيقه اللي قبل لا تروح حق المعده، لا تروح حق البواسير وحق الشلخ، انها تساعدنا في العلاج. فهذا السبب ان تخلونها على عدالة. الشغلة الثانية والمهمة، في أكل يزيد أو يسبب بواسير اللي هو اللحوم كثرتها، الأكل البروسس منها المرتدلة من الأشياء اللي زيادة بروسس، هذا قاعد يضرنا. الشغلة الثانية العيش الأبيض، الخبز الأبيض، أي ناس عندهم مشاكل لا يكثروا منها، خليه يقلبون إلى الخبز الأسمر، العيش الأسمر، أساس أن جسمنا ما يتعب من البواسير والشلخ بسبب أن أنتوا قاعد تكثرون من الأكل اللي ما فيه ألياف ويكون بكثرة. الشغلة المهمة ووايد أحب أني أتكلم فيها والناس تنساها، اللي هي الحركة. ترى المشي يقلل مشاكل الجهاز الهضمي كله ومشاكل القولون. فدائما المشي تقريبا 30 دقيقة إلى 45 دقيقة يوميا تخفف عندي مشاكل الشلخ والقولون. ولاحظوا دائما الناس اللي عندهم قلة في الحركة وما يتحركون وايد يصير عندهم هالمشكلة، لكن الناس تتحرك وايد وأكلها سليم وتشرب ماي ما يقعد يتعب الجسم. دائما الناس اللي يكون أكل صحي ويكثرون فجأة مقالي يمشي البطن، بس ديروا بالكم هالشي هذا انتوا على بونكم مشيتوا بطنكم ولكن تعبتوا عندكم الشلخ، لأن يصير في طبقة دهن قاعد تأثر معنا وتهيجها. فلا تحطون بالكم ان هذا شي صح وانه هو مفيد. اختم كلامي بالهالمواضيع هذه، غير ان الدهن وهالسوالف، واخروا عن الفلفل والسبايسز والبهارات القوية إذا كان عندكم هيجان بهالشيء أساس إنه ما يهيج عندكم وتزيدون طين بلة. حاولوا تبتعدون عنها، تكثرون ماي وألياف وإن شاء الله تستفيدون. أهلا وسهلا فيكم أخواني وأخواتي. بعض الناس أحيانا يكون عنده ألم في القدم أو أحيانا ألم في الأصبع، وأحيانا يخطأ في التشخيص معه لما يقولون له سو تحليل يمكن يكون عندك أملاح زايدة. طبعا مثل هذا الأمر بمثل هذا الشكل ما يطلق دائما على مثل هذا التشخيص، لأن أحيانا يكون خاطئ هذا التشخيص وخاطئ الطلب. يعني أحيانا يكون عندي ألم في صبع رجلي، هذا الصبع كثير من الأحيان لما نشوف هذا الإنسان نلقى عنده ميلان في القدم، فينتج عنه أن يكون هناك في ضغط على الإصبع من الجهة الداخلية، وخاصة إصبع الرجل الكبير وهو أكثر ما يعرض للضغط وبالتالي ينتج عنه الآلام. فاللي يصير معانا
أن أحياناً يراجع هذا الإنسان لبعض الأماكن العلاجية ويقول للشخص المختص قد يكون عندك أملاح، روح سوي لنا تحليل. طبعاً مثل هذا الوضع لا يمكن يكون عندي أملاح تصيبني فقط في إصبع واحد. طيب ماذا عن بقية الأصابع؟ ماذا عن القدم؟ ماذا عن القدم الأخرى؟ يعني زيادة الأملاح ما تصير إلا في هذا الإصبع، وهذا الأمر أحياناً يكون عليه علامة استفهام. لما نحلل طبيعة الإصابة ونشوف قدم هذا الإنسان، نلقى أن عند هذا الإنسان ميلان في القدم وفلات فوت، أو أحياناً نسميه دروب آرتش، يعني التقوس الطبيعي مال القدم نازل والصبع والرجل مايلة إلى الداخل، مما ينتج عنه ضغط على الصبع الكبير. طبعاً لما يكون ضغط معناها في كل ما نمشي كل خطوة معناها راح نضغط على الصبع بالشكل المايل، ينتج عنه احتكاك ما بين المفصل داخل هذا الأصبع، وبالتالي ينتج عنه مثل هذه الآلام. طبعاً هذه الآلام حتى أن احنا نصححها ونتخلص منها لابد أن احنا نصلح وضع القدم. فبدل ما يمشي الإنسان وعنده التقوس نازل وميلان في القدم إلى الداخل، لابد نرجع التقوس إلى وضع السليم، وكذلك نرجع ميلان الرجل حتى تكون في استقامتها الطبيعية. وإذا جينا نمشي راح يكون وضع الصبع بشكله الطبيعي ويعطينا اللي هو السموثنس والمشي بشكل سليم، حتى لا ينتج عنا الاحتكاك اللي قاعد يصير في ما بين المفاصل. كلمة أن عندك أملاح أو أحياناً يكون هذا من السكر، هني في كثير من الأحيان هذا عليه علامة استفهام. السكر وآثاره ما تصيب صبع واحد، وكذلك الأملاح وزيادتها ما يصيب إصبع واحد، السبب مختلف تماماً، وإحنا نسميه السبب الميكانيكي اللي هو ناتج عن تغير وضع القدم وميلانها. إذا صلحنا هذا الأمر ممكن تنتهي هذه المشكلة وما عندنا أي مشكلة في موضوع الأملاح أو مشكلة السكر. نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحياة مزعجة، الحياة مملة، في عندي مشاكل في الأسرة، في عندي مشاكل في العمل، مشاكل مع زوجتي، على شنو أكون سعيد؟ هذه التساؤلات وهذه الكلمات وهذه الجمل حقيقة هي من أسوأ الجمل والأفكار، حتى لو ما ترددها لفظيا كفاية أنها تكون حوارات ذاتية مع نفسك، من أسوأ الحوارات النفسية اللي ممكن تسوي لك مرض الاكتئاب وتسوي لك القلق والشعور في الكآبة والحزن والنظرة السوداوية للحياة. ما أبي أبسط وأقلل من قيمة المشاكل أو من أهمية المشاكل ومن حدتها، ولكن مهما تعرفت من المشاكل، مهما تعرفت من آلام، ما راح تنتهي حياتك. عندك في اليوم الواحد 24 ساعة وأنت صاحب الاختيار، هل تعيش ال 24 ساعة هذه وانت مبتسم، ولا تعيش ال 24 ساعة وتظل تفكر في المشاكل اللي انت تعرضت لها وتألم نفسك وتضايق نفسك؟ انت صاحب الاختيار، ما حد يفرض عليك. اي نعم، انا متأكد ان المشاعر شيء خارج عن ارادتنا، ما اقدر اتحكم في مشاعري، ولكن اقدر اتحكم في افكاري. انت الحين ضايق خلقك او ضايق خلقك، شعور هجم عليك، مو بيدك انت ان تتحكمين في هذا الشعور، ولكن بايدنا ان احنا نتحكم في افكارنا ونعيد صياغه حواراتنا الذاتيه مع انفسنا. لان كل ما راجعنا في الافكار وكل ما صارت حواراتنا الذاتيه سلبيه ايجابيه ومتفائله، كل ما كانت مشاعرنا متفائله ومريحه اكثر. اللي يسبب مشاعر الحزن، اي مشاعر سواء حزن او فرح، اللي يسببها هو الحوار الذاتي. فدائما نختار جمل وكلمات شنو أسوأ شيء ممكن راح يصير،
خلنا نسأل أنفسنا شنو أسوأ شيء راح يصير؟ صارت لك مشاكل في العمل، شنو أسوأ شيء راح يصير؟ صارت لك مشاكل في الأسرة، تهاوشتي مع زوجك، شنو أسوأ شيء راح يصير؟ راح يطلقني، طلقني، شنو أسوأ شيء راح يصير لما يطلقني؟ أو راح يظل حزين، شنو أسوأ شيء راح يصير لما يظل حزين؟ راح نلاقي الإجابة في النهاية أنه ما راح يصير شيء. مهما جاوبنا، هذه يسمونها التشريح الفكري، مهما جاوبنا أنه شنو راح يصير؟ طيب لو صار كذا شنو راح يصير؟ زوجي تهاوشت معاه، شنو أسوأ شيء ممكن يصير؟ راح يزعل. شنو أسوأ شيء راح يصير لو زعل؟ راح يعصب علي. شنو أسوأ شيء راح يصير لما يعصب علي؟ راح يطقني. شنو أسوأ شيء راح يصير لما يطقني؟ بروح اشتكي عليه أو بكلم أهلي، بدخل أهلي. إذن ماكو شيء سيء راح يصير في الواقع. بيطلقني، شنو أسوأ شيء راح يصير لو طلقك؟ ممكن تكون يعني ممكن يكون هذا قدرك خلاص. هل مطلوب مني أنه أنا أقعد حزين 24 ساعة؟ طيب إلى متى راح أظل حزين؟ ليش أخذ من يومي ومن وقتي ومن عمري أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر أضيعهم في مشاعر محزنة ومؤلمة؟ لازم أستمتع، أتلذذ في اللحظة اللي أنا عايش فيها. استمتعوا يا جماعة في كل لحظة تمرون فيها في حياتكم، مهما كان في آلام، مهما كان في معاناة، مهما كان في مشاكل، ابتسم واضحك ونكت واقعد مع الناس اللي ممتعين، تلذذ في الحياة اللي أنت عايشها. ماكو أحد مستمتع ترى في حياته وتلاقيه يضحك ما عنده مشاكل، كل واحد في الدنيا عنده مشاكل، ولكن متكيف معاها ومتقبلها وقابلة للحل. لو ما انحلت الحين راح تنحل في المستقبل. يعطيكم العافية.